بخير عليكم. احنا بديت معكم من لا يعبر. كانت عندي شو واحد الكاس ديال القهوه فشفت بنتي هنا في الفوتو قالت لي شو ماما حطيتش لكم انت حطيت لكم كاس ديال القهوه اون ديغ اتاي. المهم مشيت الصباح بكري صراحه لا يعبر. كانت عندي واحد المشيه للمغرب سريعه جدا. كانت غير اون دو بيتيت سيمين لي دوزت في المغرب. ما بارطاجيت معكم والو صراحه صوف لا طونت في لا يعبر. هنا كانت تقريبا هادي شي 7 ديال الصباح. كان عندي الفول مع تسعود بيان سور. كان خاصك دير لونجيسترمون دير كلشي خاصو يدوز بكري. ما كانش عندي الباجاج ما كان عندي والو صراحه صوف لا فاليز ديالتي. هنا ابري ما وصلت للمغرب بيان سور دزت هو اول حاجه تغديت شربت قهوه ديالي و درت دوزت لا سيمين ديالتي في المغرب. ما بارطاجيت معكم والو صراحه لان كانت غير جري عليا نجري عليك فريمون. ما خرجتش من الطوموبيل. كنت كنخرج من الطوموبيل باش كنمشي كنجلس سي تو. هادشي اللي درت. هنا دو روتور ابري اون سيمين لقيت الجو صراحه تبدل واحد الدرجه ما كتصورش. خليت صهد فرنسا جيت لقيت صراحه الشتاء. قال لي ماري ان لا سيمين كلها شدتها بالشتاء وشو هادو خليتهم هادو نورمالمون هاد لي فلوغ هادو كانوا عندي من داك العام. هما كينوضو هما كينوضو في الخريف عرفتي تبارك الله ناضو على مزبيناتهم. الجو نقي نقي بزاف حتى فاش كنت انا جيت خليت شويه شتا في المغرب. الله يسقينا ان شاء الله. الله يجيبها ان شاء الله على خير وبخير. فصافي بيان سور ملي كترجعي خاص ضروري الغافيتايمون خاص. المهم انا غير سيمانه جيت لقيت الدار صراحه ما كاين والو كلشي مقلوب. ف بون راكم كتعرفوا الا خليتوا الوليدات في الدار بوحديتهم راه ما كاينش اللي ما كيكونش الكونترول كيديروا داكشي اللي كيعرفوا. بغيت غير نبارطاجي معكم شي حويجات كنت خديتهم من المغرب. ابري بعد بيان سور ما مشيت تقديت مسحت شويه الثلاجه حيت لقيتها فريمون كان غيخرج منها شي حاجه غريبه. مشيت خديت هاد لي بارفان هادو من عند باب مولاي ادريس. كاين في المعارف. الناس اللي ساكنين في كازا غادي يعرفوه راه كاين في المعارف. دابا عنده تبارك الله شي جوج ديال لي ماغازان اولا ثلاثه. كناخذ بزاف انا مني حل وانا كناخذ من عنده هاد فلور دورونجي وهذا بالعود اولا بالمسك. والله ما عرفت باش الريحه ديالو اما مسك يا اما عود. سميتو فخامه فريمون راه ديجا عندي وقلت غنزيد منهم باش دائما كنبغي يبقى عندي لو ستوك في هاد الشيء. هاد الريحات هادو كنبغي يبقى عندي لو ستوك. هادو هما اللي كنديرهم في الدار مي فريمون كتشم الريحه زويونه بزاف. خديت من عنده هاد العود هذا العود الاصلي. هاد العود راه غزال بزاف. هي شريوها فن ما عرفتش واش كيتباع هنا في فرنسا. كنظن كيتباع ولكن واحد الخطره خديته ما لقيتوش بحال اللي كناخد من عنده. والباتوني راه فيه راه كبير بزاف. يعني هاد الباتون هذا راه كبير راه كندير فيه اكثر من اون سيمين. كنشعلو كنطفيه بيان سور ما تقدريش تشعليه كله حيت كثير بزاف. هنا كنحتاجو بيان سور فاش كيكون الطياب اولا كتكون شي حاجه كتبغي تلقي هاد الريحه هادي في الدار. خديت هذا كادو بوغ مو ماري كان لانيفيرسير ديالو وجبت له معايا هذا مصوب بالعود وبالعرعر. بالنسبه للرجال اللي ما كيلبسوش الذهب ومكتوبه فيه سميه ديال الله بالنقره. وعطاني معاه هاد الفلوكان هادي ديال العود عطاها لي وفيه لو سيرتيفيكا ديالته. يعني زوين بزاف. فيه العود والعرعر وقال لي زعما قبل ما يلبسو يمسح يديته بالعود بحال هكذا بهاد العود اللي عطاني ويعاد يلبس هاد البراسلي هذا. مهم انا ماما غي ما عندوش مع هادشي مي غادي يلبسو حيت سي ان كادو ما عنده ما يدير. صافي ودزت لسويس اربيان. هادو ديجا كان عندي وزدت منهم. خديت هادي الكشخه ديال سويس اربيان صراحه شويه الثمن ديالهم غالي ولكن زوينين. ديجا انا راه بخرت بوحده نورمالمون وحده راها بزاف بزاف بزاف. خدت بخري غير هيد بطريف الوحده تقسمها على 6 ولا 7 البرات. وخديت هاد حتى هذا العود ما عرفت كيف داير يمكن لي شو ديال العود باش يتا العود. وهادي سي لو موسك بلون. هذا كناخذو كنديرو مع لو فينيغر بلون وكنديرو مثلا لي زيسيل. مره ما كتبغيش ديري ديودورون ديري هذا لو موسك بلون. هذا تا هو من سويس اربيان داير شي 35 اورو.
ابخي دزت لغافينيتي والميرفيوز، خديت لبناتي كادو. انا هادشي اللي كنجيب لهم المغرب، يعني الا كمشيت بوحديتي ما كنجيبش لهم، ما عندهم تبارك الله كاين كلشي هنايا، يعني ما كاينلاش الواحد يبقى كيشري وكيلوح، ما كاينلاش داكشي باش تشري، راه تعاون به الناس تما. خديت لها حد هادي بنتي الصغيره كانت بغات كولي صغير رقيق، خديت لها هادي ستيل ديال فان كليف، خديت لها وحده. وبنتي كانت خاصها غورميت لاشين ديالها، خديت لها هاد الغورميت هادي حتى هي زوينه بزاف رقيقين. المهم باش حتى الا طاحوا راه ما كتخسريش بزاف. فوالا نكمل لكم هاد الشيء، انا كنجيبو معايا مديك التعاونيه اللي كاينه في الوازيس، ما عرفتش الناس كيعرفوها تما، اللي كاينه في كازا. نجيب معايا الدقيق ديال الشعير، كنحمق عليه انا هادي الفارين دارج، هادي زوينه، هادي راه الشعير البلدي ما كيكونش هنا بزاف هاد الدقيق هذا، خاصك تاخذ الشعير وتطحنو. كيف جبتو معايا؟ جبت معايا جوج منه، وجبت معايا التمر. انا دابا التمر سديت ودرت له السوفيد باش ما يخسرش، وكنحطو في الثلاجه كندير له بحال هكا. ديك الماشي اللي كتباع في الليدل راه كتنفع، كندير فيها هان بحال هكذا التميرات. جبت معايا بزاف صراحه ديال التمر، جبت معايا بفقوس، بفقوس كنعرفو كيخسر، وهذا بحال لولو ولكن كبير، نسيت على السميه ديالتو. زوين بزاف هذا، جبت معايا حتى هو، جبت معايا شي غير التمر، جبت معايا يمكن شي 4 كيلو ديال التمر، كلها عزلتها بحال هكذا وحطيتها في الثلاجه. شنو هي هذه؟ النخاله، هذه النخاله ديال ديك الدقيق اللي كنخرجوا منه السميده، بحالنا دابا هنا في فرنسا كاينه غير النخاله ديال الدقيق ديال الفورس، حيت كاينه لا فارين، كاينه البلي دور وبلي توندر، هذا اللي كنخرجوا منه السميده، هذه النخاله ديال الدقيق اللي كنخرجوا من السميده. هذه زوينه بزاف، كنقرص بها الخبيزه اولا كنزيدها دي فوا في الخبيزات. لاباط ديال الفيك، هذه زوينه، هذه حتى هي كنديرها بحال هكداك واحد الكويراس مع الشوكولا والبودغ كاكاو، كنديرها للبنات كياكلوها، اولا كديروها مع الثومه وزويت هاد العود وكتحطوها في قريعه بحال هكذا في الخريف، دابا فاش كبرت الحال تبقاو تاكلوا منها معلقه مره في السيمانه ولا مره ولا جوج مرات. هذه زوينه، جبت معايا حتى هي كونتيتي زوينه. لارجيل، جبت معايا الطين الاحمر بالورد، عرفتي في الفن هذيك التعاونيه كنمشي لها انا كنتلف صراحه. جبت معايا لارجيل، هذا الوجه، هذه بنتي كانت لبطني عليه، وجبت معايا الطين البيض حتى هو بالورد، غزال هاد الطين البيض والعكار الفاسين هذا ما عرفتش فين حطيتو. ابخي الغسول، هذا لشعرهم دو طون زاوتر، كيعجب البنات ديالي كيعجبهم يديروا هاد كيديروا هاد الشيء، هذا غسول بالاعشاب الطبيعيه، عرفتي غزال هاد الغسول هذا. المهم هذا رخيص، خديته يمكن ب 15 درهم، مي كاين واحد اخر كاين ب 50 درهم ولكن فيه ما فيهش بزاف، هذا 15 درهم تقريبا نفسهم، كديريه مع شويه د الماء سخون عرفتي راه غزال بزاف. ميرسي، شوف هذا خديته حتى هو من ما عرفتوش واش، المهم راه كيبان راه عكار فاسي، هذا راه غزال بزاف هذا العكار الفاسي، بحال هكذا للوجه للشعر زوين بزاف العكار الفاسي، سيرتو انا خديته لبنتي على قبل الوجه كيعجبها دير هادشي لوجهها، دي ماسك ناتشورال. والبابونج، لقيت البابونج، لقيت الكامومي، نو راه هي هادي الكامومي، شنو الاخر سميتو فليو، لقيت فليو، هادشي كلشي جبته معايا غير كلشي حليته ودرته في القراعي. المهم هادشي كامل درت في لافاليز. ومن الجمعية نيت هادي اللي في الوازيس، خديت شويه زيت ديال اللوز، شويه ديال الغانسان اللي هي الخروع، والسيزام، خديت ارغان، خديت ارغان ديال الطياب، وخديت ارغان ديال بغيت نصوب املو، وخديت ارغان ديال هادي ارغان كوزميتيك. صراحه ديك الجمعيه غزاله بزاف، وخديت هذا ويل دو فيك دو بارباري، صراحه شويه الثمن ديالها غالي، هاد القريعه تقريبا دايره 180 درهم، يعني بحال تقدر تقول 18 اورو ولا 20 اورو، دايره 180 درهم. وهذا السيروم حتى هو اباز دو فيك دو بارباري، هو الفيك دو بارباري هي الهنديه ولا الكرموس ولا فوالا. وهنايا شويه ديال الحليوه غير الباروك وخلاص. واخا ما بال لابيل مير دو ما سور صيفطات معايا تبارك الله عرم ديال الحلوه. المهم صيفطات معايا شي شكيلات فنين، ما عرفتش منين خداتهم، مي كانوا زوينين. اما هاد الحلوه اللي جبت معايا من هاد لاباتيسري صراحه ما بقاتش كتعجبني الحلوه ديالهم، كانوا شحال، مي دابا ما سختو هاد البلاطو بلدي فالسو
يعني حلو بزاف ما فيه حتى شيكو. صافي دو روتور بيان سور للدار، كنت تمشي هي حريره وكانت هذه الاجواء ديالها، فدرت حريره هنايا دغيا دغيا، ما بارطاجيتهاش معكم كلش، الناس كل واحد وطريقته في الحريره. مي انا عندي الحريره كما كنقولوا حريره مكنسيه، انا خاصها يكون فيها القزبر مزيان مزيان، حتى ما درتيش فيها معدنوس ماشي مشكل، القزبر وكرافس وشويه د الحماص وشويه الشعريه. صافي ودرت لهم بطيبيطات معمرين معاها، البريوات جبتهم معايا وداك التميرات اللي جبت معايا، ودوزنا السواقي ديالنا. وصلنا لنهاية الفيديو، إلى اللقاء.